أعزائي طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي، معاكم مستر أيمن حنفي خبير الرياضيات بجريدة الوفد. النهاردة نقدم لكم درس في الهندسة، التشابه، تشابه المضلعات والمثلثات. هنشوف دلوقتي، بيقول إذا كان معامل التشابه يساوي واحد فإن المضلعان يكونان متطابقان. طب لو معامل التشابه أكبر من واحد تبقى تكبير، أقل من واحد تصغير. النسبة بين محيطي مضلعين متشابهين 3 إلى 5، النسبة بين المحيطين 3 إلى 5، وهي تمثل النسبة بين ضلعين في التشابه متناظرين، أو بتمثل معامل التشابه. المحيطات بتمثل معامل التشابه، فإن النسبة بين المساحات نسبة المساحات كمربع معامل التشابه، أو مربع النسبة بين المحيطين، أو مربع النسبة بين ضلعين متناظرين، يبقى 9 إلى 25. تمام. المضلعين المشابهين لثالث متشابهين، جميع المربعات متشابهة، جميع المثلثات المتساوية الأضلاع متشابهة، أي مضلعين منتظمين لهم نفس عدد الأضلاع متشابهين. يتشابه المثلثين المتساوية الساقين إذا تساوت إحدى الزوايا الحادة. طب يتشابه المثلثين القائمين إذا تساوت، يتشابه المثلثين المتساوية الساقين إذا تساوت إحدى زوايا القاعدة أو زاوية الرأس. أما المثلثين القائمين إذا تساوت إحدى الزوايا الحادة. كمان في عندنا نظرية إقليدس، المثلث قائم وبيخرج من القايمة عمود. بقدر أجيب العمود ده ألف دال تربيع بتساوي به دال في دال جيم، ألف دال تربيع 6 جذر 2 تربيع بتساوي 2 س في س، يبقى 2 س تربيع بتساوي 72. هنحل المعادلة، يبقى س تربيع ب36، يبقى السين بتساوي 6. بيقول في الشكل المرسوم اللي هو المرسوم أمامنا ده، 9 13 نص 18 6 12 18. أول حاجة بيقول إثبت المثلث أ ب ج بيشابه المثلث س ب ص. واضح إن الأضلاع كتيرة جدا في المعطيات، يبقى أنا أستخدم الأضلاع في التشابه. أهو أ ب على س ب بتساوي ب ج على ب ص بتساوي ألف ج على س ص. بنهتم بالترتيب جدا أهو. بعد كده بنبص للشكل، ألف ب هو بيقول لي ب 12 وس ب ب 9 يعني 4 × 3، ب ج ب 24 وب ص ب ص ب 18، هنختصر تبقى 4 × 3. ألف جيم ب 18 على س ص 13 ونص، اللي هي تدي 4 × 3. بكده واضح جدا ان الاضلاع المتناظره متناسبه، وشروط تشابه مثلثين اذا تحقق احد الشروط، الاضلاع المتناظره متناسبه، الزوايا المتناظرة متطابقة، أن يتناسب ضلعين ويتساوى أو تتطابق الزاوية المحصورة. كده شرط من شروط تشابه مثلثين تحقق. إذا أ ب على س ب ب ج على ب ص سوى أ ج على س ص سوى 4 × 3 اللي هو معامل التشابه، وهي تكبير. تمام. بيطلب مني أنا كده شبهت المثلثين، استخدمت التلات أضلاع. إذن المثلث أ ب ج يشابه المثلث س ب ص، وينتج أن استفاد بقى من التشابه، ما أنا خلاص شبهت المثلثين، أنا استخدمت الأضلاع، ينتج أن قياس زاوية أ بتساوي قياس زاوية س، أن دي أكيد س قد أ. كمان ينتج أن قياس زاوية ب، أوعى تقول مشتركة لأنها مقسومة، لا، قياس زاوية
ب اللي هي هنا قد ب دي قياس زاويه س ب ص قد قياس زاويه ا ب ج، ولو دي قد دي كده اصبح ده منصف. اذا ب ج منصف لزاويه ب، هو ده المطلوب الثاني. بيقول عايز محيط المثلث على محيط المثلث، النسبه بين محيطين المثلث ا ب ج والمثلث س ب ص كمعامل التشابه، يعني 4 3. اما النسبه بين المساحات، مساحه المثلث ا ب ج على مساحه المثلث س ب ص بمربع معامل التشابه 16 على 9. هو اداني مساحه المثلث ا ب ج وبيقول لي ان المساحه دي ب 120. قلت له تمام، يعني دي 120؟ قال لي اه. مساحه دي ب 120 على مساحه المثلث س ب ص تساوي 16 على 9، اذا طرفين في وسطين اجيب مساحه المثلث 120 في 9 على 16. كويس جدا. نشوف كمان حاجه في التشابه تاني، تشابه مثلثات او مضلعات. بيقول لي في المساله دي اهو، مضلعان متشابهان، النسبة بين محيطيهما 3 إلى 4، ومجموع مساحتيهما 225 سنتيمتر مربع، أوجد مساحة كل منهما. مضلعين متشابهين؟ اه متشابهين. النسبة بين المحيطين 3 إلى 4. قال لي تمام. قلت له يبقى مساحة الأول على مساحة الثاني مربع المحيط أو مربع معامل التشابه أو مربع الضلعين المتناظرين يبقى 9 على 16. ميم دي بترمز للمساحة. خلاص، يبقى مساحة الأول مش بتسعة، بتسعة سين، ومساحة الثاني 16 سين. تمام، عشان نفك التناسب ده أجمع المساحتين، مساحة الأول زائد مساحة الثاني 9 س و 16 س 25 س. هو بيقول لي بقى إن المجموع ب 225، لو قسمت دي على دي س هتساوي 9. إذا مساحة المضلع الأول هو 9 في 9 ب 81، والمضلع الثاني 16 في 9 ب 144، وفعلا لو جمعتهم يطلع 225. كمان بيقول لي في الشكل المرسوم اهو، الشكل المرسوم امامك، الف ب ج مثلث، د تنتمي لالف ب، ودي ب3 ودي ب5 ودي ب4 ودي ب2، هي بتنتمي هنا. تمام، بيقول اثبت ان المثلث الف د ه يشابه الف ج ب، و اوجد اثبت كمان ان د ب ج ه رباعي دائري، واستنتج مساحة، واستنتج مساحة المثلث ألف ب ج على مساحة المثلث ألف د ه. خلاص، احنا نتكلم في التشابه. واضح ان في 4 أضلاع، هرص أضلاع يعني ألف د على ألف ج، ود ه على ج ب، وألف ه على ألف ب. تمام، ألف د ب3 وألف ج كلها ب6، لو قسمنا تبقى نص. د ه وب ج مجهولين، خلاص
مش عايزينه. ألف ه بأربعة وألف ب بثمانية تبقى كمان بنص كده، في ضلعين متناسبين لسه في زاوية. وبما أن قياس زاوية ألف مشتركة إذن المثلث ألف دال ه يشابه المثلث ألف جيم ب، وينتج أن قياس زاوية ألف دال ه سو قياس زاوية ألف جيم ب اللي هي دي قد دي وهي خارجة تساوي المقابلة للمجاورة. إذن الشكل دال ب جيم ه رباعي دائري، ومساحة المثلث ألف جيم ب على مساحة المثلث ألف دال ه هنربع معامل التشابه 4 إلى 1. كده أعزائي طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي قدمنا جزء من درس التشابه للمضلعات والمثلثات. إن شاء الله نشوفكم قريب في دروس أخرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.